لو قال لي انا عاوز اجيب كل اسماء المواد خلاص اللي بتدرس في القسم رقم واحد، اقول تاني عايز اجيب كل اسماء المواد اللي بتدرس في القسم رقم واحد. طب لو انا عايز اجيب اسماء المواد اللي مثلا بيدرسها، طب انا لو جيت بسط اسماء المواد اصلا التيبل عامل ازاي؟ تعال نشوف كده. السبجكت هو تقريبا ده، لو جينا بصينا هلاقي ايه؟ ان انا عندي القسم اللي فيه المواد صح، وعندي المدرس اللي بيدرس الماده، وعندي الايه؟ وعندي عنوان الماده ذات نفسها صح؟ طيب لو انا جيت قلت لك الاول كده، ماشي خليه كله، وقلت له من السبجكت انا عايز الاول اجيب من التيتشر عشان اجيب اللي هو الداخلي يعني، والتيتشر عندي الديبت وورك صح؟ مثلا بيساوي واحد صح؟ بس انا هنا مش عايز كل يعني مش عايز كل انا عايز بس التيتشر اي دي بتاعتي، التيتشر اي دي بس. فده طبيعي هيجيب لي خلاص مفهوم ولا ايه؟ مفهوم؟ هيجيب لي كل الايه؟ هيجيب لي كل ارقام المدرسين اللي شغالين في القسم الاول يعني. طيب الجمله كانت بتقول ايه بقى؟ ان انا عايز اجيب، خد بالكم عشان هي جمله مركبه، انا جيت ده الجمله الاولانيه بس انا مش عايز اضيع وقت واجربها، بس انا حاسس ان انتم مش مبسوطين. هي دي جابت لي كل ارقام التيتشرز اللي هم بيدرسوا في قسم رقم ايه؟ رقم واحد، اللي انا ما كنتش اصلا عارفهم، فانا عملتهم بكويري اصلا في الاصل صح؟ انا هخش كده اعمل له ايديت، فاقول له بقى ارجع للكويري بتاع الاساسي ان انا عايز اسلكت التايتل اللي هو عنوان الماده صح؟ فروم ايه؟ فروم السبجكت الماده ذات نفسها، بس بشرط اللي هو كان عندي كان اسمه تيتشر توت صح؟ ولا كان اسمه ايه؟ تيتشر توت يكون ايه بقى؟ خدوا بالكم بقى هنا في السب كويري دوت في موضوع جديد عن السب كويري اللي احنا خدناه من شويه، ده غير ده. ما اعرفش ايه اللي حد خد باله ولا لا. ده السب كويري صح؟ لو جيت انا هقول لكم كده بس تبصوا عليه بصه. الاختلاف ما بين ده وما بين التاني ان التاني كان بيجيب لي فقط 10,000 100,000 50,000 وان فاليو. كان بيجيب لي ايه؟ وان فاليو. فاللي كان بيجيب وان فاليو ده كنت بضطر اشتغل معاه باوبريتور يعني عادي. بيساوي لا يساوي اكبر من اصغر من عادي ما فيش مشكله، الاوبريتورز بتاعت القيمه قصاد القيمه. المره دي السب كويري مش كده. الكويري الداخلي ده جايب لي ليست اوف فاليوز تمام، فانا مش هينفع اقول يكون كذا بيساوي دول بيساوي دي، ما ينفعش اقول يعني ما ينفعش اقول رقم التيتشر يكون ايكوال 5 و7 و8 مثلا، مش هيبقى ليها هنا معنى صح ولا ايه؟ مش هيبقى هنا ليها ايه معنى. فانت هنا لازم تبدا تشتغل واوبريتور بيستحمل بيقارن 1 فاليو بليست اوف فاليوز. مين من الاوبريتورز اللي اخذناه كان بيقدر يقارن حتى الان 1 فاليو بليست اوف فاليوز؟ مفيش غير واحد اللي اخذناه حتى الان، كل اللي فات ده كله كان بيقارن 1 فاليو ب 1 فاليو، ده كلهم 1 فاليو 1 فاليو، ده 1 فاليو ب 1 فاليو برضه. خد بالكم هو برضه بيقارنها ايه؟ هيقول لك اكس بتوين كذا وكذا. خلاص؟ فهو رينج بس الرينج حتى لو اعتبرناه تو فاليوز فهو رينج بس مش اكتر، لكن برضه عايز تو فاليوز ما يقدرش يطلع بره التو فاليوز تمام. احنا اخذنا اللي هو از نال برضه ما ينفعش لان هو بيقارنه برضه هو نال ولا مش نال مفيش غيرهم، واللايك بيقارن برضه مباشره بالاكسبريشن بتاعه فاليو بفاليو برضه ما عندوش مشكله، الا ان ده اول واحد اخذناه ده كان بيقارن ده بدول، لما قلنا في المثال اللي فات لما قلنا ان هو لازم يكون نوت ان كذا وكذا 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 وكذا، فكان في ساعتها كان بيقارن القسم صح؟
فجايبوا له هو مش قسم 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، فكان بيقارن رقم 1 فاليو بايه؟ بميني ايه؟ بميني فاليوز الناحيه الثانيه. هنا بقى انت اتحطيت في السب كويري نفس الفكره، ان السب كويري الداخلي بيريتيرن ليا ميني ايه؟ ميني فاليوز او ليست اوف فاليوز، فانا لازم استخدم باوبريتور يكون بيقدر يتعامل مع 1 فاليو، والناحيه الثانيه يكون ايه؟ يعني الاوبراند الاولاني يكون 1 فاليو والاوبراند الثاني يكون ايه؟ ليست اوف فاليوز. فان بالنسبه لنا تمشي. فلو انا جيت قلت له عايز انا عايز يا رب يكون في كابيتالست، ايوه ان شاء الله ربنا يبارك فيك ماشي. فانا لو جيت قلت له بيساوي دول، عمر ما عمر ما بتاع اللي يجيب حاجه، عمر ما الاستلام بتاعك يجيب حاجه، عمر ما الكويري بتاعك هيجيب اي قيمه، لان هنا انت بتقارن القيمه، فالمفترض ان هنا دي تجيب قيمه، فدي ما جابتش قيمه فيطلع لك ايرور الشهير. يعني لو عملنا جو خلاص هيقول لك ايه السب كويري ريتيرن مور ذان 1 ايه 1 رو، معروفه بقى خلاص السب كويري بيريتيرن مور ذان 1 رو، يبقى مش هينفع احط اوبريتور بيستخدم 1 فاليو ب 1 فاليو. طيب فالاوبريتور اللي ممكن نستخدمه اللي هو الايه؟ الان، وبدل ما كانت الان معانا من شويه بتاخد ستاتيك فاليوز، خلاص بقت هنا بقى ايه بتاخد سب كويري بيجيب لي دايناميك فاليوز، على حسب بقى ما يجي هو يبدا ايه؟ يبدا يشتغل. فلو جينا عملنا كده جو فجابني اسماء المواد اللي هي ايه؟ درسوها الناس اللي في قسم واحد تقريبا، يعني الكوير كان كده صح؟ اي مكتوبه فوق اهي، ما هو التيتشرز اللي في قسم رقم واحد صح؟ دي بتوع لو قال لي اسم القسم ذات نفسه كنا هنعمل كويري كمان سب كويري كمان، بما ان لسه ما خدناش الجوين فكنا هنضطر نعمل كويري كمان، نقول له هات هات القسم اللي اسمه كذا، هات رقم القسم اللي اسمه كذا، وتبقى بتساوي فسلمه للتيتشر فجيب التيتشر وسلمه لمين؟ للتايتل. واخدت بالكم من العمليه تبقى مركبه ازاي ولا مش معايا؟ لا لا مركز معايا يعني كنت هضطر هنا في الحته الصغيره دي لو انا مش عارف اسم القسم كنت هضطر ومعامل ايه؟ سب كويري جوه السب كويري جوه السب كويري عادي مش مشكله، يعني ما عندناش مشكله في التداخل ده كله. يعني لو انا رجعت احنا دلوقتي عايزين نجيب اسم القسم صح ولا ايه؟ ديبت ورك ديبارتمنت ديبارتمنت كمبيوتر مثلا، قلت له ماشي. فكنت هضطر هنا مكان الواحد كنت اقول له لا هنا في ايه؟ لو انا مش معايا رقم القسم يعني، فكنت هقول له هات لي ديبت النوم صح؟ from departments with احنا عايزين ديبت النو وير الدي مين صح؟ كل ايكوال عندنا دلوقتي ثلاثة هم متداخلين ايه؟ كبرت اكتر من كده الاستراكشر بتاع الجمله هيبدا يبوظ مني. بالنية كده حلو؟ حلو كده؟ بقى عندي ايه؟ دي الجملة الأولى. الجملة الأولى دي تشتغل عشان تجيب لي الديبارتمنت نمبر اللي أنا أصلاً مش عارفه، أنا أعرف بس إن قسم الكمبيوتر، هو أنا ما أعرفش غير قسم الكمبيوتر. فدي كلها هتبقى نتيجتها هتبقى نتيجة إيه؟ 1 فاليو. خلاص هترجع لي رقم القسم وخلصنا. فهي رقم القسم أياً كان طويل ولا قصير هو في الآخر إيه؟ 1 فاليو. فهيبقى مثلاً كده. صح كده ولا إيه؟ هيبقى ناتجه كده أو ناتجه كده. صح؟ هو في الاخر قيمه واحد فالديبارتمنت ورك بتساوي قيمه مفيش مشكله صح؟ فليكن ده هيبقى قيمته كده. طب ما انت عندك سب كويري ثاني نو بيرجع لك مين؟ بيرجع لك كل بقى ارقام المدرسين اللي بيشتغلوا في القسم رقم ثلاثه صح؟ فكل ارقام المدرسين اللي بيشتغلوا في القسم رقم ثلاثه مثلا ممكن تطلعهم كده مثلا صح؟ عشان كده اضطرينا ما ينفعش نشتغل معاه بمين؟ بنشتغل معاه بمين؟ فبقت عامله كده. يعني كل واحد بيستوي بالتاني بالشكل ده تمام؟
السنة دي تبقى هند بس. يا بيت لا دي ايه؟ المفترض ان هي نفس الايه؟ نفس النتيجة. حلو جدا. تعالى بقى ايه؟ الاوبريتور اللي جاي لانه مهم شويه. الاوبريتور اللي بعد كده اللي هو اني او سم. بس اني او ايه؟ او سم. خليهم دول.